ان شاء الله الله يعطيكم انا في البيت. I'm recalling a teammate. يا ابو التبن لك لا ترمينا ذا صافي والله يوفقك. انا 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 صافي انا انا معكم انا معكم معكم يلا يا كابتن. ايه عمري لا 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 تقدر رادن 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 اف 16 رادن ما تشيلني الاف 16 هناك اخذوها اخذوها يا كفان نعم شربك لا يا تعال تعال اللي بس بنت ليش شو كلب ما هذا يا كمان بعين الله بعين الله شو شو معك اعطيني لوت بدي دم يا ددل يا كفان تعال بدي اللوت انت صوت خذ هيدا تعال ابو 16 مالها رايدن هيل هيل وتعال تعال رايدن تعال بصير اطلع ما بصير اطلع اركب ان شاء الله يا كفر لك شو اطلع طينا سوق وليه ايوه عدلها على الشارع روح يسار يسار ايه ما فيها بنزين يا يا سحبوك السيارة شفت رادي بدنا بنزين رادي ضروري ايوه حلو شو عامل؟ واتش اوت ايه خلص عندي 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 الله لا يوفقك يا كفاني والله العظيم ورق لورا بس بدنا بنزين 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 شباب شرفكم جيبوا لنا بنزين دقيقة خلينا ندور على بنزين هون خلينا ندور له على بنزين مفيش شو يوصل على الكازية طب يعمل كازية ليش تتعرض بالكازية شو بدك تحط حاجتين يلا بالكازية شباب جيبوا لنا بنزين شرفكم جيبوا لنا بنزين اي رايدن يظلوا ساعة بس يحوس فيها حلق بالسماء وحلق بالسماء ايه والله والله ما ادري فاتت بالغلط بالشجرة هاي بعرف لقيت 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 يلا يلا تعال تعال ايه والله لقيت مناوي كبير كفان شوفوا شو هاته يا يمو جتني دبابة يا يمو شو والله دبابة تعال تعال رايدن معنا دم يجوك يا شباب والله لا اشبطهم وين يخرجوا؟ انا ما لي كفات كفات يا رايدي عطي بنزين عبيت عبيت لك تعرف شبطونا الدبابة بسرعة اطلع بقى راح اموت زون انا والله وانا والله راح اموت زون شبطوا الدبابة قدامكم بدكم هيل بعطيكم ايه وقف رايدي وقف وقف ما بعد روح روح الله ما وين الصوت؟ اروح ايوه بدك تشمطوا ايه حيات ايه رجال ورجال اعطيه اعطيه كمان واحد الله لا يوفقك الله لا يوفقك يا عاطل يا راجل يا يا راجل انت انت يا زلمه انت انت خليك في السياره يا راجل شبطونا بالمنى الله لا يوفقك شبطنا رايدن رايدن شبطنا والله صعبه سهلة شبطوطة شبطوطة صعب شبطوطة شبطوطة يا اخي شو هالمنويات صاروخ واحد ما تتفتح كيف بدك تشك في الدبابة؟